عندها واحد السيده الاخت ديالي عندها واحد المشكل، واحد المشكل بان عندها واحد الدار، وديك الدار جاها الافراغ، وديك الافراغ ما تنفذش 16 عام او 17 عام. وملي حكموا ملي بغات دارها بغات شي خوي طلبت باش تيق الحكم، ملي دارت الحكم حكموا عليها في صالحها، ديك حكموا عليها بالافراغ، وديك الافراغ باش يتنفذ ما تنفذش، تيمشيو باش يتبلغ بلا عداد بغاتها، لان هذيك هو مصدر العيش اللي كانت عايشه به، هو حكم منع عليها الواجبات ديالو كلهم ما بقاش يعطيهم لها، وبغات دارها باش تعطيها لولدها يتاهل فيها، لان ديك الدار ماشي هي في اسمها، في اسمها وفي اسم ولدها. المشكل ما تبلغش بهذا بالتبليغ، تيمشي للعون القضائي، تيمشي لعندهم وتيشوف واش كاين، ماشي نوبه باش جوج باش ثلاثه باش 10 باش 15، وما تيتبلغش. الرساله ديالي بغات هذا القانون اللي دابا حكموا عليه بالافراغ يتنفذ، لان راه المراه مديومه محيوزه ومريضه على راه ما بقاش تحرك نهائيا، ودابا تنتمنى انا فعلت خير، انا تنتمنى مجلله محمد السادس هو اللي غادي يوقف هادي، وغادي غادي اش غادي نقول لك، لا اله تقى الله في هذه السيده، تقى الله فيها، راه خاف من الله، لان عقوبه الله راه صعيبه، وهاد السيده راه مخلي امرها الله سبحانه وتعالى، تنترجى محمد السادس يشوف هذا الفيديو ويوصل للقانون. انا تنطلب حق اختي، لان علاش تاكلك من ديوم، علاش بنادم محقور. تنترجى الله بان هذا سميتو هذا القانون ديالنا يحمي هذه السيده، ويعرف بانها راه مديومه ومحيوزه، وهما الحل. تنوجهوا لهذا السيد اللي حقر عليها، وشافها مراه وشافها هجاله وشافها ما عندهاش الكتاف، كتافها هو الله، وتترجى محمد السادس هو اللي وقف هذا الشيء.